يا شيخ لماذا نشعر في الملل؟ هذه حدود الدنيا. لماذا تشعر في الملل؟ لأن حدود الدنيا قد أوتيتها. أقصى ملاذ الدنيا للدنيا حدود تنتهي عندها. للدنيا حدود تنتهي عندها. بمعنى آخر ربما الرجل يعني أقصى أمانيه أن يمتلك منزل فيعطيه الله منزل ثم يتمنى بيت لكنه أوسع ثم يتمنى أوسع. إذن أقصى حدود أن يكون يمتلك منزلا. أقصى حدود في الزواج أن يكون له ذرية ثم يرزق بواحد ثم يقطع باثنين ثم ثلاث. حدود الدنيا واضح. فللدنيا حدود. فمن أوتي حدود الدنيا يعني أنت الآن تجد أسواق عندنا سيارات نملك هواتف أجمل الهواتف رواتب أعلى الرواتب لله الحمد وما هذا نشعر بالملل. هذه حدود الدنيا. في الجنة لا. يعني بمعنى آخر حتى أقرب لك المعنى أنت الآن لماذا تشرب هذا؟ تشربه من جوع من عطش. لماذا تأكل الطعام؟ تأكله من جوع. لماذا تضع الطيب حتى تبعد عن نفسك كل رائحة كريهة؟ انظر لحدود الجنة. الجنة ما يأكلون من جوع بل من أجل اللذة. ما يشربون من عطش بل من أجل اللذة. ما يضعون المسك والزعفران من أجل أن تذهب رائحته من نتنة بل إن هم أصلا العرق عندهم يتصبب برائحة المسك يضعونها لكمال اللذة. عندهم أمشاط واضح. ما يتمشطون هم مرد أصلا ما عندهم لحى لكن لماذا الله عز وجل رزقهم أمشاط؟ لكمال الزينة والتلذذ واضح. فالدنيا ليست هكذا واضح. الدنيا تعطيك النعم تعطيك النعم لأنك تحتاج فتعطي الولد لأنك تحتاج الولد بأمر رب العباد طبعا. تعطي المال لأنك تحتاج المال. الجنة لا لا تعطيك لأنك محتاج أصلا تعطيك لكمال اللذة واضح. لهذا الدنيا حدود لها. لهذا نشعر بالملل نشعر بالضيق. مهما علونا لن نتخطى السماء لن نتخطى السماء مهما علونا ولن نخرج عن دائرة الكرة الأرضية. الله عز وجل وعدنا هنا المستقر وإليه المآب منها هنا من الأرض واضح. لهذا الدنيا لها حدود استحالة أن يتجاوز الإنسان الحدود. حتى العمر نحن الذي نملكه رأس مالنا صح التعبير له حد. لهذا في الجنة لا حدود للنعم لا حدود للذة لا حدود لكل نعمة موجودة فيها. لهذا لن تشعر بالملل بل ستشعر بكل لذة تأتيك. لهذا الله عز وجل لماذا قال وأتوا به متشابها؟ ما تفسير هذه الآية؟ هل فكأنت نحن كل يوم نقرأ البقرة خصوصا الإخوان اللي يقولون السحر كل يوم نقرأ. ما معنى وأتوا به متشابها؟ بمعنى آخر قال أهل العلم يأتيهم بالعنب يأكلون العنب. السؤال لو أراد أن يأكل العنب مرة أخرى هل تكون بنفس الطعم؟ لا تكون ألذ. فأهل الجنة ماذا يقولون؟ يقول الآن أكلنا عنب لكن طعمه مختلف. فالله عز وجل قال وأتوا به متشابها. يأكلون عنب يقول هذا نفس اسم الذي في الدنيا لكن طعمه أجمل ومختلف وشكلا ووصفا. فقال تعالى وأتوا به متشابها. كل شيء تذوقه في الجنة إذا أردت أن ترجع إليه يأتي أطيب وأجمل واضح. أما الدنيا لها حدود. طعم العنب هو نفسه لا يتغير له حد. طعم التفاح نفسه. طعم العصائر نفس. الخبز ما يتغير له حد معين لن تتجاوز. الجنة لا حدود لها. بمعنى كل ما أغلت في نعمة تجد أنها ألذ مما كانت عليه واضح. لهذا نعيم الجنة ليزداد نعيما فوق نعيمهم. والمال الذهب في الجنة ليس لأنهم فقراء واضح. ليس آنيتهم من ذهب على أنهم فقراء. لم يحلوا بأساور من ذهب وفضة على أنهم فقراء لا بل ليزدادوا زينة. فهذا الفرق واضح. أما الدنيا لا لأننا نحتاج للذهب ولأننا فقراء نريد أن نستغني بالذهب والماء حتى لا نموت لأننا نعطش. في الجنة لا نعمة فوق نعمة ولكمال النعمة واضح. لهذا نشعر في الملل. نحن نعاني من الملل. أعطي الرجل لا يشعر في الملل فيها. وعندنا روتين الحياة الدنيا مملة أصبح تجد نفس الروتين. نستيقظ صباحا نذهب للعمل ونرجع وفي الإجازة حتى أصبحنا نحتار أين نذهب. كثير منا في يوم الخميس نقول أين نذهب يا شيخ؟ المول ذهب الأسواق ذهب حديقة الحيوان ذهب البحر أين نذهب. هذه حدود الدنيا لن تخرج منها. هذه هي حدود الدنيا لن تخرج منها مهما أوتيت من مال. لهذا أعظم نعمة تستطيع أن لا تشعر بأن لها حدود وأنت في الدنيا نعمة الإيمان. نذنب نستغفر نعصي نؤوب إلى الله ففروا إلى الله. كل شيء نفر منه إلا الله نفر إليه سبحانه وتعالى.
علمت الآن لماذا نشعر بالملل؟